سيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب معنا من الحاضرة الأردنية عمان. رائد أسعد الله أوقاتك يعني ودعنا نتحدث. طيب. الله يسعدك. ويعني يبدو أن هناك بشريات في نهاية العام فيما يتعلق بديسمبر، ديسمبر الأخضر لعله الأفضل تاريخيا مقارنة مع أي شهر ديسمبر. صحيح. باعتبار أن الأسواق الأمريكية ترتفع، الأسواق الأوروبية ترتفع، العالم يستشرف ربما مرحلة جديدة ويتوقع قرب طي ملف العلاقات التجارية بين بكين وواشنطن. يعني إلى أي مدى كل هذه الأسباب تبعث بشيء من التفاؤل وتجعل الأسواق تستشرف ربما عام جديد سعيد؟ تماما، يبدو أن البشائر هذا العام الجديد بدأت مبكرا خلال شهر ديسمبر. حقيقة هناك أداء إيجابي في الأسواق الأمريكية، وطبعا ينشر هذا الإيجابية على باقي الأسواق حول العالم، الإميرجينج ماركت والأسواق الأوروبية كذلك الأمر، على الرغم حقيقة من سوء البيانات الاقتصادية إن صح التعبير. إذا تحدثنا عن المنطقة الأوروبية فنحن نتحدث عن بيانات القطاع الخدمات المتراجع، والذي أظهر قراءات سلبية ومتراجعة، وإن كان النمو ضعيفا وفي أدنى مستويات، وأيضا لدينا عديد من القراءات التي تظهر انكماش وركود متوقع خلال الفترة القادمة. ومع ذلك هناك إيجابية، الإيجابية متأتية حقيقة من الانفراجة في التوترات التجارية ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، والأسواق تهضم حاليا هذا الحدث وتهضم حاليا هذه الإيجابية من خلال مزيد من الارتفاعات، والداو جونز مع اختراقه 28300 قد يفتح المجال إلى مستويات تاريخية جديدة أيضا ومزيد من الارتفاعات. هذه الإيجابية يجب أن نكون حذرين فيها، فهي تفتح شهية المخاطرة لدى المستثمرين في نهاية تعاملات العام الذي يتصف بقلة السيولة حقيقة، وبالتالي أي تقلبات في اتجاهات التداول قد تسبب فقدان كبير بالأرباح بنتيجة موجات جني الأرباح وضعف السيولة إجمالا. وبالتالي ضعف السيولة في نهاية تعاملات العام مع وجود هذا الفرط بالتوجه نحو المخاطرة والأصول ذات العوائد المرتفعة قد يكون له عواقب بتراجعات حادة وتصحيحات حادة في الأسواق إذا ما كان هناك أي بيانات سلبية قد تصدر حتى نهاية تعاملات هذا العام. أيضا ملف البريكزيت فيما يتعلق بربما إمكانية عقد اتفاق تجاري ما بين أمريكا وبريطانيا، يعني هل برأيك الأسواق ربما تستوعب ملامح عريضة لمثل هذا الاتفاق؟ هل هذا سيساعد ربما على المدى البعيد سيساعد الاقتصاد البريطاني لاحقا؟ حقيقة الوضع الآن بالنسبة للاقتصاد البريطاني صحيح أن بوريس جونسون أحكم قبضته، وبالتالي وعوده بالبريكزيت بنهاية شهر يناير 2020 واردة جدا وأصبحت واقعية ومنطقية بشكل كبير، لكن كما ذكرنا سابقا أنه الأنظار تتجه إلى الأحداث التالية التي قد تؤثر وتضغط بشكل كبير سواء على الجنيه الإسترليني أو على الأسواق البريطانية، هي تداعيات أو تطورات بناء العلاقات التجارية الجديدة. لعل أبرز هذه العلاقات سوف تكون العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية، التي يبدو أن ترامب يعني يظهر أنها ستكون علاقة إيجابية وجيدة جدا، وسوف تكون لصالح الطرفين المملكة المتحدة وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن إذا نظرنا من وجهة نظر أخرى فإن ذلك سيسبب يعني تذبذب واسع النطاق على الجنيه الإسترليني على وجه التحديد. طبعا ننتظر اليوم محضر اجتماع المركزي البريطاني، قد نرى بعض الإشارات إلى أنه كيف صناع السياسة النقدية ينظرون إلى خطورة أو تعقيد الموقف أو المشهد في المملكة المتحدة، وإن كان هذا الاجتماع كان قد سبق الانتخابات ونتائج الانتخابات، ولكن كسياسة نقدية كيف يتعاملون معها. الآن الأنظار ستتجه إلى الداخل البريطاني وإلى عملية الإصلاح وعملية البريكزيت على وجه التحديد، وبناء العلاقات التجارية القادمة هي التي ستها
يحدد مصير الجنيه الاسترليني، هل سيتجاوز 1.37 ويواصل الارتفاعات ويعود الى المستويات التي تعودنا عليها التي قد وصل فيها الى 1.70 تاريخيا، ام انه سوف يبقى تحت الضغط وقد يزور مستويات متدنيه دون 1.30؟ هذا سيكون تحديد مصيره هو الضبابيه وعدم الوضوح. اذا استمرت بعض الشيء في بناء العلاقه التجاريه بلا شك سوف تكون سلبيه على الجنيه الاسترليني. جيد سيد رائد خضر، خاصه اذا وضعنا في الاعتبار ان البيانات الاوروبيه ربما لا تاتي منسجمه مع هذا التفاؤل فيما يتعلق بالصناعات التحويليه والخدمات. رائد الخضر رئيس قسم الابحاث في ايكويتي جروب، شكرا جزيلا لك.